يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول القائل أنا داخل على الله ثم على والديك، فهل في هذا القول شيء سواء كان الوالدين أحياء أو أموات؟ ما يقال هذا إلا عند الحاضر، إذا كان والداه حاضرين لا بس، أما إن كان ميتين أو غائبين فلا، لا يقال هذا إلا لمن هو حي حاضر. نعم.